المغربي ديالنا ياسين بونو غادي يمشي لبيجي، وياسين بونو غيكون فرحان بزاف بهذا العرض حيت بيجي عطات له هذا العرض خيالي. كما عارفين ان المغربي ديالنا ياسين بونو حاليا كيقدم موسم اسطوري وكيلعب غير في السعوديه ومحطم لك ارقام قياسيه، والتاريخ ديالو عامر بانجازات عالميه لا مع اشبيليا لا مع المنتخب المغربي. وفي هذا الفيديو غادي نعرفوا تفاصيل انتقال ياسين بونو من الهلال لبيجي، وغادي نعرفوا واش بصح هادشي ولا غير كلام فارغ، وغادي نعرفوا بزاف ديال تفاصيل انجازات ياسين بونو. ما عليك غير تكمل معايا الفيديو حتى الاخر ودير هاشتاغ ديما مغرب بالبلو تعلق هاشتاغ ديما مغرب، وخلي معاك واحد لايك. بزاف الناس ما كيديروش في لايك، دير لايك اصاحبي راك ما خسر والو، وبقى معايا حتى من الاخر. ياسين بونو او عنكبوت حراس المرمى كيتعتبر حاليا من افضل الحراس في العالم، واخا انه كيلعب في الدوري السعودي. اه سيدي كيلعب في الدوري السعودي ومع الهلال السعودي ومكلاسي الوالد العالم. ماشي جيت تقول لكم انه افضل حراس في العالم، راه دار بزاف مع الهلال، حاليا ما عنده حتى شي خساره في الدوري، وحاليا هو اكثر حارس كلين شيت في الدوريات الكبرى، يعني اكثر حارس حافظ على المرمى ديالو، وكان غادي يحطم رقم قياسي موسمي كاكثر نادي بدون خساره، كان غادي يحطمه مع الهلال لولا حماقية المدرب في نصف نهائي دوري ابطال اسيا. ما اختارش ياسين بونو يحتار، اختار العويس محمد يحصار، والعويس جاب لك خساره سيدي. واذا كان ياسين بونو احصار والله ما يجيب الخساره. وصراحه الصحافه السعوديه هجمت ديال بصح المدرب الهلال، يعني هو السبب في هذه الخساره، وحاليا الهلال موسم كامل عنده خساره فقط، وضد من؟ ضد العين الاماراتي، وديك الخساره ما كانش حاضر فيها بونو، يعني بونو ما عنده حتى شي خساره موسم كامل. المهم اجي نشوفوا مسيره ياسين بونو بالمختصر المفيد. ياسين بونو خلق في 1991 في كندا المعلم، الوالدين ديال ياسين بونو دوزوا عام تماك ورجعوا لكازا واستقروا في درب سلطان، وانتم عارفين ان درب سلطان دازوا فيها بزاف الفنانين واللاعبين كبار. المهم ياسين بونو بنت الموهبه ديالو في الحراسه عنده 11 سنه 10 سنين، وكان متاثر بالحارس الودادي بدو الزكي. ياسين بونو اول ظهور ديالو هو مع الوداد اللي كان عنده 19 سنه في 2010 2011، تالق مع الوداد ديال بصح، حتى المستكشفين ديال اتلتيكو مدريد عجبوه وخطفوه. 2011 2012 انتقل ياسين بونو من الوداد لاتلتيكو مدريد الثاني، يعني ماشي الفريق الاول الفريق الثاني، دوز معاهم عامين مره كيلعب مره احتياط، ومن موراها تكلاصا من الفريق الاول، ولكن كان حارس ثالث، يعني صعيب بزاف يلعب شي مباراه في الليغا، وداكشي اللي كان ياسين بونو في الموسم ديالو الاول ما لعب حتى مباراه. ياسين بونو مشى اعاره لساراقيستا اللي كتلعب في الدرجه الثانيه ديال الليغا، وحتى تماك ما عطاش ديال بصح، يعني ما تعطاتوش الفرصه يلعب اساسي مع ساراقيستا. ياسين بونو دوز عام مع ساراقيستا. المهم ياسين بونو ما عجبوش الحال حيت الفريق ما كيهتمش به، وسعر رجع لاتلتيكو مدريد، وفي اتلتيكو مدريد اعلن الاستقاله ديالو ومشى لجيرونا. جيرونا كان كتلعب في دوزيام سيري، واخا هيداك ياسين بونو اقدر يبين راسه وطلع جيرونا من القسم الاول، ومن موراها ياسين بونو بان ديال بصح، اعطى وتالق والصحف الاسبانيه بدات تكذب عليه، هادشي في 2017 2018، ومن موراها ديك العام جيرونا كطيح من القسم الثاني، وياسين بونو ما حاملش راسو عيرجع من القسم الثاني، ومن موراها سيفيا اقترحت على ياسين بونو بتشري الاعاره ديالو، يعني العام الاولي اعاره اذا عجبها عاد شريه، وداكشي اللي كان ياسين بونو انتقل لسيفيا، دوز عام هو احتياط، حتى قرب يتسالى الموسم عاد ياسين بونو تعطاته فرصه، حيت الحارس الاول ديال سيفيا تصاب، وكانت فرصه ديال ياسين بونو، وياسين بونو ما فلتش هاد الفرصه بالعمر، استغلها احسن استغلال، كانوا باقي له شي 6 مباريات في الليغا، استغل احسن استغلال وحافظ على الشبكه ديالو وتمرك عليه واحد الهدف، كان خاصو يلعب نصف النهائي الدوري الاوروبي، وداكشي اللي كان قدر يحافظ على الشبكه ديالو ويقسل مان يونايتد من نصف النهائي الدوري الاوروبي، وياسين بونو كان باقي له فرصه واحده باش يشريو الاعاره ديالو، يعني اذا ما استغلش هذه الفرصه صافي ياسين بونو غيرجع لجيرونا، وداكشي اللي كان ياسين بونو لعب النهائي ضد الانتر، سيفيا ضد الانتر، ياسين بونو هو الحارس، ياسين بونو قدر يجيب الدوري الاوروبي وكيتعتبر اول حارس عربي كيفوز بالدوري الاوروبي، ولا كيتعتبر اول حارس كيفوز شي بطوله اوروبيه، يعني عمرو شي حارس اوروبي ما فاز شي بطوله اوروبيه، وياسين بونو دارها. المهم ياسين بونو قدر يثبت راسو وربح الاساسيه ديالو مع سيفيا وترى العقد ديالو، وياسين بونو في الموسم الثاني ربح جائزه زامورا كاحسن حارس في اسبانيا، تفوق على ستيرشتيغن وتفوق على كورتوا، وفي العام الثالث عاوتاني العام ديالو الاخير جاب سيفيا الدوري الاوروبي عاوتاني، ومع المنتخب المغربي وصل بلادو لنصف النهائي
النهائي في كاس العالم درج المباراه ضد اسبانيا وكتب تاريخ مع المغرب. يعني القدوه ديالو هو بدو الزكي، ياسين بونو تفوق على بدو الزكي، وحاليا ياسين بونو كيلعب مع الهلال عمي. وانا قلت لكم مع الهلال حطم بزاف ديال الارقام قياسيه، حاليا مازال كيحطم ارقام قياسيه. ودابا اجي نشوفوا الخبر انتقال ياسين بونو من الهلال للبي اس جي. حسب صحيفه اس كتقول ان بي اس جي كترغب وكتزاوج ياسين بونو باش يجي يلعب معها، حيت بي اس جي كتنوي تبيع العقد ديال دوناروما، ودوناروما حاليا كيقدم مستوى هزيل، كيقدم مستوى ضعيف صراحه. بي اس جي خاصه شي حارس يجيب لها العز، والمواصفات الحارس اللي عايجيب لها العز هو ياسين بونو اللي كيتقاتل في الشبكه، كره والله لا دخلت وبرا. المهم حاليا بلبل على ياسين بونو في فرنسا، بعض التقارير الفرنسيه كتاكد هذا الخبر، وبعض التقارير اخرى كتقول هذا الشيء غير كلام والسلام، وانا 50% يقدر يمشي ياسين بونو بي اس جي، حيت هذا العام قدم مستوى خرافي مع الهلال، والانديه ديال العالم اسيدي ديال العالم عين في بونو، كما شفنا في العام اللي فات مركزو الصيفي بزاف ديال الانديه باغا تشري العقد ديال ياسين بونو، الريال مدريد وروما والميلان، هادو كانوا كيدويو خاصهم يجيبوا ياسين بونو. وحتى في الميركاتو الشتوي برشلونه كانت عطات واحد العرض لياسين بونو، ياسين بونو رفض طبعا. وحاليا في هاد الميركاتو الصيفي بزاف ديال الانديه غادي ترغب وتزاوك ياسين بونو باش يكون حارس ديالها، وبي اس جي عاينه في ياسين بونو، والعالم ماجي نقدروا نشوفوا ياسين بونو مع بي اس جي. وانت قول لي واش ياسين بونو غادي يمشي لبي اس جي اه ولا لا، واش بغيتي ياسين بونو يلعب مع بي اس جي اه ولا لا، قول لي هادشي في التعليقات. وشوفوا معايا ياسين بونو صراحة كيعرف يدوي حدا الكاميرا، ايه والله سيدي شوف. لا صراحة والله علي 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 ها يلا سيد نوبتك تعال نوبتك تواضع كبير منه. انا اقول له الان انت في جوائز البلندور هو الان رقم 12 على 13 افضل لاعب رقم 13 في العالم. يستاهل بونو حارس كبير، وانا ارشح الاول مفروض انه رايح ماخذها الحارس ان شاء الله. نقول هو الان انا شوف صراحة هاد بلي واخا كيجيب المشاكل راسو، كيأدي ميسي كيأدي رونالدو كيأدي حمد الله سون سواريز، واخا يدق قلبو كبير صراحة، وكيبغي المغرب كيبغي اللاعبين ديال المغرب. اي والله في كاميرا الخفية ديال راميز المجنون في رمضان قال لك كنفضل على حمد الله، كنفضلو على رونالدو، كنفضلو على ماني، كنفضلو على نيمار، على كلش يعني كيحب المغاربة فهمتي. ونشوفو الشوفات ديال ياسين بونو شوف انا هو بونو ايش رايك. انا اقول لي انا اهتم في المباراه متواضع جدا صراحه. الله يسعد اضافه كبيره لنا والله، الله يعطيه العافيه ان شاء الله. خلاص خلص حبيبي تفضل خليه يروح. ايش رايك في علي مشاكس شويه؟ والله علي انا سقطت لك البارح، انا قلت له يعني لاعب سعودي مختلف، عشان لاعب سعودي مختلف ومبين بح ياسين بونو يعني عقليته والجرينتا يعني مو سهلة تلقاها في لاعب سعودي، وهو يعني عنده يعني شهادة كبيرة والله والله. مبارك لك شكرا. شفتيش يا خوتي ياسين بونو كيحترموا العالم، كلشي كيحترموا صراحة، حتى مارتينيز الحارس الأرجنتين قال لك ياسين بونو يستاهل الكرة الذهبية، وياسين بونو يستاهل جائزة تبست. صراحة ياسين بونو أسطورة وأحسن حارس في تاريخ المنتخب المغربي. واللي كمل معي الفيديو حتى الاخر يدير بونو بونو يا بالعربية هاد الفرنسية من جلد بونو، وتحياتي لك.